السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، أهلا بكم. خبر عاجل وتتوالى الأزمات في مصر، حريق كبير بمحلات مجاورة لمحطة قطار الزقازيق. نشب حريق هائل منذ قليل في بعض المحلات المجاورة لمحطة قطار سكة حديد الزقازيق، وفور وقوع الحادث هرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، وتولى رجال الدفاع المدني التعامل مع الحادث. طبعا خسائر كبيرة جدا في المحلات المجاورة لمحطة قطار الزقازيق، ربنا يستر وإن شاء الله ما يكونش فيه خسائر بشرية. طبعا الخسائر هتبقى مادية في المحلات ولأصحاب المحلات، ربنا يلطف بينا. بصراحة كوارث كتير بعد قطار سوهاج، عمارة جسر السويس، واليوم كوبري ترسا، وأيضا الآن حريق في محطة قطار الزقازيق. ربنا يستر ربنا يستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.